اصلا اللي حصل ده كان يمكن بيفيفر فلاش اكتر. سيتو مره ثانيه تريد سيتو بالاجنايت سيتو يتخدم وهذا واللي تحدث عليه فيرست براد ماخوذ من طرف توبش محاول انجيج على الاستاذ ليو بهذه السجواني هو كمان عنده جيمات جيمات مسمع من طرف الاستاذ ليو سيتو يتخدم فيري روكي ليو من دون مانا سيتو بالاي يتخدم بالبرفكت اكزكيوشن عنده اوتو اتاك الباسيف ليو من دون مانا من دون اتش بي ريموت كمان سولو بول المساعده ممكن نشوف فور فيتو انجيج من طرف الاستاذ دي كاب كاسلوك مات نايس كانسل على فيتكو لكن شوف الشعر على الكل ممتاز جدا ديك اب ماتش 1-4 لحد الان غيموت فيها الاستاذ نجوى كمان رسيمات السجواني نايس داش من طرفين فرش من طرف يوشي مش عنده الرينج الكافية الفلاش ضايع من طرف اليساندرا ولكن بادر بالهوريكين والمونكي لا يكون عنده هنا نوك اب على شخصين في الباك لاين كين ماخوذ على الاستاذ رين هاني بوت فيري لو فيها اجنايت غيكون فيها كين ممتاز ولكن سيتو من جي بي وربما يكون في ال1 في 2 يتقدم ياخذ الكين الاول الثاني هذا الرسيمات ربما لي ومن دون ما انا وانس اجان سيتو يدخل عليه بالاكالي وعطغه تكون موجوده من طرف مونكي لا ما كفيش ياخذ الكين غيكون خطوات اخيره ياخذ الكين هو امجر اخرى يوشي يكون خطر ويسوي مستعمل دي كاب موجود واو اني بوت غيكون فيها فيسكو للبين غيكون فيها نوك اب سيمتا رين مستعمل سيمتا وكونك مستعمل وفيها كين من طرف رين على لوش في التوب سايد جنجل في نحو الريد وبادر مازال ما خلاش كلمة أخيرة بادر عنده الجيمات رقم مجموعة انسد مونكي 1 4 لحد الآن 2 4 1 لحد الآن كيوراش في التفوق اني بوت موجود ولكن فيه سيتو هو تخدم الأكالي والآن موجود في التيم فايت رين يتخدم على البارون فيت على فيسكو ياخذ فيها كيل جات أخرى سيتو وكمان ياخذ كيل الريتمات موجود دبل كيل وانس أجين 6-0-1 في هذه الأكالي ستارتد بس خلي بالك سايبين سيتو اني بوت ربما يكون في خطر فيسكو بالريتمات التقدم من طرف يوشي موجود شعار مونوكوب مش من طرف يوشي بادر من طرف يوشي موجود شوف رين في البوزيشن متجن هو سيتو مازال ما فيهاش كيل ولكن غيموت فيها مونكي والضحيه الاولى شوف الدمج طالع البادر سيتو في الباك لاين تخدم مسلسل على البادر شوف بيسكو مات 1-4 لحد الان دي كاب الرينج سيتو في الباك لاين ياخذ الكيل الثاني بادر 1 اتش بي يوشي فيري فيري لو عنده الاي اس دي كول هذا كافي والروكيت غير كافي من طرف البادر مش من طرف دي كاب يبحث على الكيل يبحث على الاستاذ يوشي اوتو اتاك موجوده من طرف دي كاب ياخذ بها الكيل وما زالت تشيس موجوده على بادر وحيد اليتيم يحاول الريست ويكون فيها محاوله باك لا الروكيت براش من طرف اني بوت يكون ربما في محاولة نهاية المباراة من طرف أنوبيس يتقدمون على الثلاثة الأخيرة المتبقية في هذه البيز ينجيش من طرف يوشي يوتيوب يتمسح من طرف وبيسكو بالتيميت بادر بينجيش هو كمان بيرو كوبس هيكون فيها كم طرف سيتو على يوشي مباشرة مش كافي الدامج من طرف كلاش سيتو في الباك لاين هيكون عليه كم شو الدور لكن بادر غيموت هو كمان لعقاب موجود رين بريستاس رين بالداشين يوتيوب من طرف ليو على رين شو الدور ناخذها من طرف الكلاي ولا زيد هو ماشي دور 1 في 3 مازال هي موجود من طرف يوش هذيك فيها كافي او لا انا مش حابب نهاية المباراة سفوز هو تكسس يتخدم يوش وتاكس موجود من طرف الافيجاس رين وماركي كمان موجودين شو يعني بوت اضمش على النكسس اضمش على ليو كمان فيري هو الاتش بي بهذه السجواني اللي مش يستخدم في الفروت لاين امام ماركي امام تي كاب امام اني بوت السكوير ده كافي يتخدم ليو هو كمان هيكون فيها كيل من طرف اني بوت على ليو ولكن غير كيف يكون مطافي لوش